أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. صدق رسول الله. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالدينك ومن تحب. أسأل الله لك مفاجأة جميلة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما شئت ثم يرضيك ويفرحك به ويحببه إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك أسعد وأهنأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله أن يكتب لك في أيامك القادمة فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. أسأل الله أن يرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين.